حقيقة أن فيه نقص المياه بصفة عامة في ولاية برج بوعريرج، ولكن التشاور فيما بيننا، الحوار فيما بيننا، اللجوء إلى المعاهد المختصة تسمح لنا بالنظر بدقة في الإمكانيات ولاية برج بوعريرج من ناحية الماء واستعماله في للسقي. هذا من جهة. من جهة ثانية أن عندما تكون كمية المياه محدودة ونستغل أغلبيتها 90% أو 95% نستغلها في السقي بطريقة تقليدية، يعني على الساقية، هذا مثلا كذلك ما يساعدش السقي، ما يساعدش الفلاحة، وعلينا أن نتحاور فيما بيننا، نتشاور فيما بيننا، ونعمل على التقليل من الكمية اللي نسقوا بها بطريقة تقليدية والذهاب إلى طريقة اللي نستعملوها نستعمل فيها وسائل الاقتصادية.